السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي على قناة اليوتيوب على صفحة الفيسبوك. النهاردة بفضل الله هتكون حلقة تعليمية، ولكن مبدئيا أتمنى لحضراتكم ما تنسوش تشكروا ربنا وتصلوا على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وكمان تدعمونا بلايك عشان نقدر نستمر في نشر العروض وكمان الفيديوهات التعليمية اللي نقدر بيها إن احنا نفيدكم. يلا بينا نبدأ حلقتنا، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بفضل الله هنتكلم عن المواعيد بتاعة تقديم العلف للأغنام في الصيف وفي الشتاء، تمام كده؟ هنتكلم فيها عن أفضل المواعيد، وكمان هنتكلم عن ظروف كل شخص. طبعا كل ظروف كل شخص بيختلف من الآخر. كل الكلام ده هنتكلم فيه عشان الخرفان ما تتعبش مننا في تقديم العلف. فهل تقديم العلف للغنم ممكن يؤدي الى تعبها؟ طبعا. فكل الكلام ده هنتكلم فيه النهارده، ولكن مبدئيا هنتكلم بما اننا دخلنا في فصل الصيف، فخلينا نتكلم عن تقديم العلف في فصل الصيف. طبعا كلنا عارفين واتكلمنا في حلقات تعليميه قبل كده وتعلمنا مع المزرعه البيتي ان في الصيف بيحصل اجهاد حراري، في الصيف بيحصل اجهاد حراري، واتفقنا وقلنا ان الغنم ما تخرجش في عز الشمس ما هي طالعه من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4، ده اكتر وقت يكون الشمس فيه حرارتها شديده جدا. طبعا هيتلطش مننا حمى، وطبعا ولا قدر الله ممكن يحصل النفوق. طيب ايه بقى اللي دخل العلف في القصه دي؟ طبعا برضو لازم معلومه لحضراتكم تكونوا عارفينها، العلف بيسخن جسم الحيوان. العلف بيسخن جسم الحيوان، يعني ما ينفعش اجي على الساعه 12 الظهر في عز ما الدنيا نار واقوم حاطط له علف، تمام كده؟ اعرف ان هيجي له اجهاد حراري، وش اسهال بقى والتهاب رئوي و و و والاسهالات بالاخص الكوليستيرول بتنشط ومش هتعرف توقفها. حمى حمى خلاص، هو اصلا جسمه يعني جسمه درجة الحرارة فيه عالية، ما بالك بقى انت بتحط له علف بتسخن جسمه اكتر. طبعا درجة الحرارة بتعدي ال 40 وممكن ال 42 كمان، بنقعد نعالج فيه وانت وحظك، لان الحمى في الصيف بتبقى رخمة شوية، تمام كده؟ طيب نيجي بقى نتكلم عن ظروف الشخص. اي شخص بيربي غنم، انت قدام حضرتك حلين، قدامك حلين، تمام؟ الحلين دول في فصل الصيف، يا اما لو انت راجل موظف وتنزل شغلك الساعه 6 الصبح او 5 الصبح او 7 الصبح او ايا كان الفتره بتاعت الصبح ديت، تقدر ان انت تحط وجبه العلف وانت نازل شغلك، تمام؟ يبقى احنا كده بعيدنا عن حراره الشمس قبل ما تطلع، تمام كده؟ طيب لما تيجي من شغلك بالليل على الساعة 8 الساعة 7 بالليل، المهم ان يكون الشمس راحت خالص والجو بدأ يرطب، نقدر ان احنا نحط العلفة التانية، تمام كده؟ يبقى احنا في الصيف بنعلف يا الصبح بدري يا بالليل. طبعا ما نستغناش عن الدريس الحجازي في نص اليوم اللي هو على الساعة 12، بنحطه لهم في مكان ظل. الدريس بنحطه في مكان ظل، ما ينفعش الغنم تبقى واقفة في الشمس بتاكل. احنا زي ما قلنا عايزين نتجنب الشمس نهائي، لان الشمس بتعمل كوارث في تسمين الغنم او تربية الغنم. الكلام ده احنا لسه برضه بنتكلم في فصل الصيف. طيب انت ظروفك ما تسمحش ان انت تعلف الصبح بدري قوي كده، وان انت اصلا يعني مثلا راجل ارزقي او ما بتصحاش بدري، مفيش اي مشكلة، يبقى الغي العلفة بتاعت الصبح خالص، ننساها خالص. ده بالنسبة لظروف شخص تاني، احنا دلوقتي بنتكلم على ظروف الشخص التاني. انا بحاول اجيب لكم ظروف كل واحد فيكو عشان كله يشتغل وكله ينتج وربنا يكرمكم جميعا، وكمان الناس اللي عندها غنم ما تتأذيش، لازم تبقى فاهمة المعلومات دي، تمام؟ يبقى كده هنلغي العلفة بتاعت الصبح اللي هي بتاعت 7 الصبح، بس هنيجي هنبدأ بقى من اول الظهر الساعة 12. الساعة 12 الظهر هنحط تدريس حجازي في مكان ظل يقف ياكلوه، تمام؟ نيجي بقى على الساعة 5:30 أو 6، على الساعة 5:30 أو 6 زي التوقيت اللي أنا بأكل فيه دلوقتي حالا أهو قدام حضراتكم،
التوقيت اللي انا فيه اهو، اهو الشمس الغروب، اهو في الغروب الشمس مش طايله المكان، والجو طره، والخرفان ما شاء الله حرارة جسمها هديت، فبالتالي انا بحط العلف دلوقتي اهو الساعة 5:30، تمام كده. طيب حطينا العلف 5:30، هنعلف امتى؟ نعلف بالليل بقى على الساعة 2 بالليل، تمام كده. يبقى مواعيد الصيف هي الساعة 7 الصبح او 6 الصبح او 5 الصبح ايا كان، يكشي يكون الفجر، والعلفة التانية بتكون الساعة 5:30 او 5 على صلاة المغرب كده، تمام كده. العلفة التانية لو احنا في اول الظروف الاولانية مش مسامحة معانا، يبقى احنا فهمنا ان المهم ان احنا نحط العلف بعد ما الشمس تروح، مينفعش احط علف والشمس طلع، حتى لو المكان ضل، حتى لو المكان ضل وانت حطيت علف صدقني هيتعبوا منك وهيضربوا منك اسهالات، واسهالات الحمى ما بتقفش. كل الكلام ده انا مجربه على مدار سنين، كل خبرتي اللي انا اكتسبتها على مدار سنين انا مش عايزك تقع فيها. نيجي بقى بالنسبة لفصل الشتاء. فصل الشتاء مش متعب في تقديم العلف، بالعكس انت ممكن تحط العلف في اي توقيت انت عايزه، ولكن اهم حاجة ان فترة العلف تكون ما بين الوجبة والوجبة مش اقل من 9 ساعات، من 8 ساعات ل9 ساعات، تمام كده، عشان يكونوا قدروا ان هم يستفادوا بالوجبه الاولى. وبرضه في الصيف كده احنا لو هنحسبها، لو هناكل الساعه 5 او الساعه 6 هنخليها 6، يبقى هنحسب 7 8 9 10 11 12 تمام 1 2، يبقى هيعدي 8 ساعات. لو احنا هنعرف بالليل في الصيف الساعه 5 مساء او 6 مساء لحد الساعة 2 بالليل هيعدي 8 ساعات، حلو قوي زي الفل، يكونوا هم استفادوا بالعلفة الاولى، تمام. ولو هنيجي نحسبها من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 5 المغرب لما الناس تيجي من شغلها، برضو مفيش اي مشكلة، هيكون عدى بتاع تقريبا 10 ساعات، تمام. هو العلف بين الوجبة والوجبة لازم يعدي 8 ساعات او اكتر، يعني من 8 ساعات لحد 12 ساعة شغال معاك. يعني انت لو في شغلك ومفيش حد هيحط العلف وهتتأخر عليهم لعدة 12 ساعة، مفيش اي مشكلة، مش هيحصل اي مشكلة، تمام كده يا جماعة. يا رب يكون قدرت افيدكم ولو بكلمة واحدة، واتمنى ان حضراتكم تركزوا شوية في موضوع تقديم العلف دوت، عشان ده مهم جدا. كل كلمة انا بقولها لحضرتك صدقني والله هتفرق معاك، والله هتفرق معاك. يا رب يكون استفدتوا، وان شاء الله هعمل لكم حلقات تانية جديدة برضو هنتكلم فيها عن تسمين الاغنام، في كل ما يخص بقى تسمين الاغنام. ربنا يرزقكم جميعا ويخلي لكم مالكم ويحفظه يا رب، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. كان معكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.